مصر والقوات البحرية مكانتها دايما مكانة ذات شأن في وسط كل الدول. وإذا كنا بنتكلم النهاردة على قدرات متميزة للقوات البحرية، فهي أيضا لابد أن تقاس بقدرة القوات البحرية على تأمين مقدرات الدولة المصرية والأمن القومي المصري. الفريق الدور الذي تقوم به القوات البحرية تحديدا في العملية الشاملة سيناء 2018. طبعا العملية الشاملة سيناء هي ليست في سيناء فقط، لكن هي الدور الأهم طبعا في سيناء، لكن هي تتسع إلى كل رقعة مصر بسواحلها وأراضيها. العملية الشاملة تشمل تأمين حقول غزة حقل زهر 200 كيلومتر شمال بورسعيد، تأمين السواحل الغربية وحدودنا الغربية مع الدول المجاورة، تأمين المناطق الجنوبية أو جنوب البحر الأحمر حتى باب المندب، وتأمين وإجراءات الأمن البحري، وتأمين حجم التجارة العالمي. مش عايزين ننسى أن حجم التجارة العالمي اللي بيمر منك هو 12% من حجم الوقود الخام والغاز على مستوى العالم، هو 9-10% من حجم التجارة العالمية بيمر في هذا الشريان التجاري العالمي. التدريبات المشتركة بتتم في إطار خطة بتضعها القيادة العامة للقوات المسلحة. احنا بندربنا في الفترة اللي فاتت مع مدارس عديدة جدا من مدارس البحريات العريقة زي أمريكا وروسيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان، وأيضا ضربنا مع دول عربية طبعا الإمارات الشقيقة والمملكة العربية السعودية، كان لينا معهم سابق التدريبات الكثيرة وكثيرة اللي احنا بنعدلها وخلصنا جزء منها وبنعدلها في الفترات القادمة، ودي طبعا لتبادل الخبرات واكتساب الخبرات منهم، ثم أيضا الوصول إلى مستويات قياسية من المهارات القتالية وقدرة على استخدام البحر وقدرة على استخدام المعدات في أوقات أسرة. طبعا هم جنب لجنب الدول البحرية دي أو البحريات الأخرى دي بتستفيد منها. إحنا لدينا قوات مسلحة اشتركت فعلي في حروب على مدى التاريخ. عينك على العالم.